دلوقتي يا شباب احنا عاوزين ايه بعد ما خلصنا الخطوات بتاعتنا بتاعت اللي احنا عملنا ايه دلوقتي يا باشمهندسين؟ عرفنا سطح الارض الطبيعيه وبعد كده عملنا ايه؟ عملنا ليه اوت للطريق وبعد كده عملنا المسار بتاع الطريق وعرفنا السوبر ديفيجن عليه وعملنا البروفايل صح يا شباب؟ وبعد كده عملنا ايه؟ في النهايه خالص طلعنا اللي ايه بعد عملت خطوه الاسمبل والكوريدور الهدف كان منها ان انا اطلع ايه؟ القطاعات التنفيذيه. طلعنا القطاعات التنفيذية بتاعت الطريق وحددنا كميات الحفر والرمل والمفروض نحددها لكل مسار عشان خاطر ان ايه نفاضل بين المسار اللي هون افضل ايه بالنسبة لي. تمام يا شباب؟ طيب دلوقتي بالنسبة للقطاعات التنفيذية انا اقدر اطلعها بكل سهولة زي ما احنا مطلعينها كده هنحطها في اطار بتاع لوحة ونسلمها للراجل على كده ما فيهاش اي مشكلة. طيب بالنسبة للبلان وبالنسبة للبروفايل نصغره ازاي؟ نطبعه ازاي للدكتور عشان خاطر نديله الدكتور؟ تمام يا شباب؟ قال لي اول حاجة خلاص يا باشمهندس اللي انا بعمل ايه؟ قال لي انا عندي السيرفيس ده اللي موجود ده يا باشمهندسين هو عباره عن سيرفيس ايه؟ السيرفيس الكبير في عندي اتنين سيرفيس صح؟ مش ده السيرفيس الكبير؟ اللي هو بتاع ايه يا باشمهندسين؟ الجي اس صح الارض الطبيعيه. طب السيرفيس ده اللي هو جوه مش فينا خطوطه يا باشمهندسين الحدود بتاعتها اهي؟ ده بتاع ايه ده؟ طب مكتوب عليه هنا يا باشمهندسين كوريدور سيرفيس صح؟ طيب الكوريدور سيرفيس ده ما بيظهرش معانا فين؟ في الطباعه. فاول حاجه خالص يا باشمهندس اروح هنا على قائمه سيرفيس واجي هنا على كوريدور واقول له يا باشمهندسين سيرفيس وبروفيرتس واروح اقول له هنا يا باشمهندسين نو ديسبلاي. طيب الحاجات الخضراء دي كمان يا باشمهندسين اللي هي بتاعه الكوريدور اروح اقول له لاير فريز اف ار زد. يبقى نقولها تاني كده يا باشمهندسين يعني معناها ايه؟ لاير في اف هيروح زي لك ايه الار زد ده يا باشمهندسين. تمام يعني جمد لي يا باشمهندسين جمد لي اللاير دي الناس اللي خدت اوتوكاد واروح يا باشمهندس معلم على الخطوط اللي ملهاش اي لازمه دي وده كمان ملوش لازمه بالنسبه لي صح يا باشمهندسين وده كمان ملوش لازمه بالنسبه لي. انا عاوز اظهر ايه دلوقتي يا باشمهندسين؟ عاوز اظهر الالاينمنت بتاعي. وعليكم السلام ورحمه الله. طب الخطوط دي يا باشمهندس هي دي خطوط ايه؟ ايه ال 84 دي؟ دي اللي هي الخريطه الكونتوريه ولا السيرفيس اللي هو بتاع الارض الطبيعيه؟ ال 84 دي الخريطه الكونتوريه. انا مش عاوز الخريطه الكونتوريه تظهر معايا كمان فين؟ في الاخراج النهائي. انت ممكن على فكره تظهر الخريطه الكونتوريه او ممكن تظهر يا باشمهندسين الجراوند سيرفيس على حسب ما انت عاوز. انا هنا اظهر ايه؟ اظهر السيرفيس خلاص؟ يبقى اقول له هنا برضه يا باشمهندس لاير فريز واروح يا باشمهندس طافي الكلام ده واطفي كمان يا باشمهندس ايه؟ طبعا لو طفيت ده معناه ان انا بطفي ايه؟ السيرفيس. يعني ال 84 دي كانت بتاعت الخريطه الكونتوريه، خط السيان ده اللي هو كان خط الميجور تقريبا اللي هو بتاع يا باشمهندسين بتاع السيرفيس. فهنعمل بس اندو الكلام ده. يبقى طلع خط السيان ده يا باشمهندسين ظروفه والخط اللي هو الماجنتد ده طلع الخريطه الكونتوريه صح؟ طيب واروح على ليه؟ على السيرفيس بتاعي ومش هظهره بقى يا باشمهندس بايه احمد زكي سيرفيس ستايل ده. انا هظهره بكونتور 1 متر عند 5 متر زي ما انتوا عاوزين اي حاجه من الحاجات دي. يعني انا مش عاوز يظهر التريانجل او الحاجات دي موجوده فين في الاخراج عشان مش يعمل لخمه. تمام فاروح انا جاي هنا كده يا باشمهندس واخش اغير الايه الالوان بالشكل اللي انت عاوزه وليكن مثلا انا اخلي اللون اللي هو بتاع الميجور بالسيان واخلي المينور يا باشمهندسين بكلر 8 واقول له اوكي اوكي اوكي. اي بقى شكل اخراج انت عاوزينه انا ده اللي انا بفضله الالاينمنت فاضي وعليه تحت منه اما يا باشمهندس الايه الخريطه الكونتوريه او اما دي السيرفيس اللي انت عامله. خلاص شباب حصل دلوقتي يا باشمهندس ده الله اهو دلوقتي ايه السيرفيس اللي عندي صح يا باشمهندس وايه تاني والالاينمنت عندي في مشكله لحد دلوقتي انا لسه ما بداتش في الاجراءات بتاعه الاخراج ده انا بنظف بس اللوحه عشان ايه يبقى شكلها جميل قدام مني لكن هي دي اللوحات لا لسه بعمل ايه يا باشمهندس بطلع اللوحات بتاعتي على خطوتين الخطوه الاولانيه يا باشمهندسين من قائمه ايه جنرال احنا دلوقتي خلصنا كل القوائم اللي هنا خلصنا سيكشن وكوريدور وبروفايل والاينمنت وسيرفيس صح كل الحاجات الباقيه دي مالهاش علاقه بالطرق حاجات بقى خاصه لنا انا قلت لكم قبل كده ان البرنامج متخصص فيها يا باشمهندسين في الطرق متخصص في تصميم ايه شبكات الميه متخصص في تصميم شبكات الصرف الحاجات دي كلها ففي حاجات تخصنا اللي هي القوائم المنسدله اللي انا قلت لكم عليها. تمام يا شباب؟ طيب. عشان بقى يا باشمهندس اطلع اللوحات بتاعتي اجي من قائمه ايه؟ جنرال. اول خطوه عندي واروح داخل على ايه؟
بلان برودكشن بو ادوات الاخراج بتاعه البلان. تمام يا باشمهندس؟ يقول لي هنا يا باشمهندس كرييت فيو فريم. يعني ايه يا باشمهندس كرييت فيو فريم؟ قال لي الغرض من الكلام ده اللي انا عمل لك بس اطار وهمي على ايه يا باشمهندس؟ على الالاينمنت، عشان يقول والله هي دي الحدود بتاعه اللوحه. تمام يا باشمهندس؟ يبقى انا بعمل اطار لحدود اللوحه، دي اول خطوه اللي هي بتاعتي يا باشمهندسين كرييت فيو فريمز. الخطوه الثانيه بقى اللي هي خطوه الاخراج اللي هي الايه اللي تحت بقى اللي اسمها ايه؟ كرييت شيتس. خلاص يا باشمهندسين؟ يبقى الفريم ده معناه ايه؟ اللي انا بعمل فريم بس على الالاينمنت عشان خاطر يحدد لي حدود اللوحه فيه. تمام؟ اروح تاكل كده يا باشمهندس منين؟ ها جنرال بلين برودكشن تولز كرييت فيو فريم. يروح ظاهر للشاشه ايه؟ يقول لي والله يا باشمهندس طبعا انت عندك اللوحه ممكن يكون عليها كذا الاينمنت، فانت تختار الاينمنت اللي هو يا باشمهندس اللي انت عاوز تظهر الاخراج بتاعك عليه. هنا بقول لك الاستشارات اللي انت عاوزها، وانت عاوز تظهر للطريق كله ولا عاوز تظهر لقطاعات قطاعات؟ احنا هنظهر ليه يا باشمهندسين للطريق كله، يبقى ما بنغيرش، يبقى دي مش عبء عليه، يبقى ايه اوتوماتيك. من نيكست او تقلب مننا يا باشمهندسين من فوق، يبقى هنا يا باشمهندس من نيكست. هو انت يا باشمهندس عاوز اللوحه اللي تطلع لك عليها البلان والبروفايل، ولا عاوزها البلان اونلي ولا البروفايل اونلي؟ احنا دايما بنخليها بلان وايه وبروفايل. يجي يقول لي هنا يا باشمهندس الشيت اللي عندك ده انت عاوز السكيل بتاعه ايه؟ ففي هنا يا باشمهندسين في ثلاث ايه نقط كده جنب بعض، لو تكيت عليهم يقول لك يا باشمهندس هو انت عاوز اللوحه دي فرخ ولا عاوزها ايه؟ اي 1 نص فرخ. ويقول لك يا باشمهندس الاي نوت دي انت عاوزها سكيل 1 ل 1000 ولا 1 ل 500 ولا كام؟ ولا 1 ل 5000. هو ايه الموصول ب 1 ل 1000؟ هي اولا ابعاد الفرخ ده كنته كام في كام؟ تقريبا متر في 80 سم او متر في 84 سم، حاجه زي كده. تمام يا باشمهندس؟ طيب فبقول لي دلوقتي يا باشمهندس المتر لو هي سكيل 1 ل 1000 معناها ايه؟ ان المتر على اللوحه، اللوحه بتاعتك اللي هتطبعها اللي انت هتديها للدكتور دي، هيبقى موجود عليها قد ايه من الطريق؟ هيبقى عليها تقريبا في حدود كيلو او اقل من كيلو، حاجات بسيطه يعني من 900. طبعا ليه من 900 ل 1000؟ عشان خاطر في اطار للوحه مش في فريم خارجي. تمام؟ لو انت هتطبع على اللوحه كامله يبقى يا باشمهندس هياخد الكيلو كامل، لكن لو في فريم يبقى هياخد ايه اقل شويه، هيبقى في حدود كام؟ 900. تمام؟ دي اللي احنا بنفضلها، اللي احنا نعملها دايما سكيل كام؟ 1 ل 1000. طب لو سكيل 1 ل 500 عادي اللوحات يزيد ولا عادي اللوحات يقل؟ هيزيد. ها؟ هيزيد. انت لو عندك 26 كيلو وانت واخد 1 ل 1000 يطلع لك كام لوحه؟ 26 لوحه، وممكن تزيد لوحه كمان عشان خاطر الايه الفروقات القليله دي، صح؟ طيب لو انت واخد سكيل 1 ل 500 تطلع معاك كام لوحه؟ 26. 26 في 2. طب لو انت واخد 1 ل 1000 5000، يبقى 26 على كام؟ على 5، تطلع عندك عاد لوحات اقل، بس هتبقى ايه بقى يا باشمهندس؟ الرؤيه هتبقى مش واضحه. تمام يا باشمهندس؟ يبقى احنا دايما بناخدها يا باشمهندسين اي نوت و1 ل 1000، وزي ما اتفقنا مع بعض ان في طرق ثانيه للاخراج، بس دي اللي احنا الطريقه اللي احنا هنتعلمها دلوقتي ايه؟ مع بعض. خلاص شباب؟ يبقى نقول له دلوقتي اي نوت وايه يا باشمهندسين؟ 1 ل 1000، فهمنا يعني ايه 1 ل 1000 دي؟ طيب الطريق اللي انا عندي اللي انا رسمه، انا كنت رسمه بسيط عشان خاطر الجهاز ايه يبقى عندي سريع، كان طوله كام؟ كيلو 300، يعني هيطلع على كام لوحه؟ على لوحتين، صح ولا لا؟ اللوحه الواحده هتاخد 900 مثلا، 950، صح يا باشمهندس؟ والباقي هينحط في اللوحه الثانيه. تمام؟ يبقى هو هيطلع عندي كام لوحه؟ لوحتين. يبقى هيعمل لي فريم كام؟ فريم 2، صح ولا يا باشمهندس؟ طيب اروح قايل له هنا ايه؟ اوكي. طيب بعد كده يا باشمهندس من فيو فرو فريم جروب دي بيقول له والله اللوحات الفريمين دول مش هيبقى لوحتين، يعني هيطلع عندك لوحتين مستحدثين. بقول لك الاسم الجديد بتاعهم هيبقى اسمه ايه؟ فانا اسميهم مثلا وليكن بالاسم ده كده يا باشمهندس. خلاص يا شباب؟ طيب يجي هنا من ماتش لاين، بدخل بس على حاجه هنا اسمها بيزك، وادخل هنا كده يا باشمهندسين اطفي اللانتين دول. خلاص يا شباب؟ وبعد كده اقول له ايه؟ اوكي. هنبقى نجربها، لو احنا مش طفينا اللنطتين دول ايه اللي هيظهر؟ هيظهر حاجه سودة كده على ايه؟ على البلان. انا بشيلها عشان خاطر ما يظهرش الحاجه السودة دي، وبجربه دي وبجربه دي. خلاص شباب؟ طيب. بعد كده من بروفايل فيو بيقول لي خصائص البروفايل بتاعك اللي انا اظهرها في اللوحات، مش انا اظهر لك بلان وبروفايل، صح ولا يا باشمهندسين؟ البلان اللي هي الالاينمنت، عرفت الالاينمنت بتاعك وشويه الحاجات اللي ايه اللي فاتت دي اللي هي الماتش لاين والحاجات دي. طب الايه البروفايل اللي يطلع الخصائص بتاعته عباره عن ايه؟ قال لي اول حاجه الستايل، هو الستايل ده مش ده اللي احنا كنا شغالين عليه؟ اختاره من هنا. طب والبندات، مش هو ده البندات اللي احنا كنا شغالين عليها؟ اختارها من هنا. يبقى نعيد تاني كده يا باشمهندسين، ايه الحاجات اللي انا بغيرها؟ الالاينمنت بختار ايه هنا يا باشمهندسين؟ اسم الالاينمنت. طيب من قائمه شيت بعمل ايه هنا الناس تمليني؟
بلان اند بروفايل، ومن هنا يا باشمهندسين بختار ايه سكيل 1 ل 1000 صح، وبس ده اللي انا ما عملش حاجه اكتر من كده. تمام. طبعا هنا يا باشمهندسين بيقول لي الفيو فريم، بيقول لي هو انت عاوز الايه لما يجي يقطع الطريق يقطعه بالشكل ده ولا يقطعه بالشكل ده؟ مش فارقه، هي هي تختار دي او تختار دي ما فيش مشكله. كده كده في ركوب، يعني في هنا ركوب يا باشمهندس، يعني هو ده اللوحه الاولانيه، بعد كده اللوحه الثانيه في هنا منطقتين ركوب. هو انت عاوز الركوب بالشكل ده ولا عاوز الركوب بالشكل ده؟ مش فارق، الاثنين زي بعض. ركوب يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني اللوحه دي مش مهندس اديتها لك. طب اللوحه الثانيه دي لو انا اديتها لك هتلاقيها بلاي ستيشن 10000 صح؟ مش المفروض يبقى في ركوب يبقى دي واخده قبل ال 10، لو دي نهايتها 10000 يبقى دي قبلها ب 9 مثلا ونص. ليه؟ عشان خاطر لما اللوحه دي تنتثر او اي مكان وما اعرفش مكانها اقدر اي لما ارتب اللوحات اعرف ارتب اللوحات على بعضها والكلام ده. مفهومه؟ فانت اختار اي ايه ستايل انت عاوزه ما فيش مشكله. قلنا من فيو فريم جروب بنغير ايه؟ الاسم بس. من ماتش لين بعمل ايه؟ بيزك واطفي الايه؟ الانوار. في مشكله؟ وهنا يا باشمهندس من بروفايل بلا فيو اعمل ايه؟ اختار الستايل اللي انا عاوزه عشان يظهر الالوان اللي ايه؟ اللي انا كنت محددها قبل كده، صح يا باشمهندس؟ لو انت غيرت بقى براحتك يبقى هيظهر لك حاجه جديده. ومن هنا يا باشمهندس البندات بختار البندات اللي هين اللي انا هشتغل عليها. وبعد كده اقول له يا باشمهندس كرييت فيو فريم. ايه اللي حصل هنا يا شباب؟ عملها في لوحتين زي ما احنا اتكلمنا. ليه عملها في لوحتين؟ لان انا عندي الطريق ايه يا باشمهندس؟ كيلو 300، والفريم الواحد واخد كام؟ بص كده، مش ده اول فريم؟ واخد كام هنا يا باشمهندس؟ احنا مش قلنا يا باشمهندس هو المفروض ياخد كيلو اقل من كيلو ليه؟ عشان خاطر الاطار اللي هو هيبقى يعمله اللي احنا هنظهره دلوقتي. مفهوم يا باشمهندس؟ طيب يبقى هنا دلوقتي عادي اللوحات كام لوحه يا شباب؟ لوحتين. تمام؟ الخطوة دي أنا طلعت لوحة ولا أنا بقول له والله اللوحة بتاعتك تظهرها إزاي؟ طيب عشان أطلع اللوحة بقى يا باشمهندس اللي هي خطوة الشيت دي عملها منين اتفقنا؟ منين؟ من جنرال. أيوه ها؟ بلان برودكشن تولز. وبعد كده أقول له يا باشمهندس كرييت شيت. الله ينور عليك. ها؟ يقول لي يا باشمهندس يقول لي إيه الفيو فريم اللي أنا كنت مسميه مش هو ده؟ ليه؟ لان انت ممكن يكون عندك كذا اونلاين منت بكذا فيو فريم حاجات من صح ولا يا باشمهندس؟ طيب يجي يقول لي هنا يا باشمهندس اللي اوت كرييشن يعني خلق اللي اوت خلق اللوحات الجديده، انت عندك كام لوحه؟ لوحتين. هو انت عاوز يا باشمهندس اللوحتين دول كل لوحه في لوحه لوحدها ولا عاوزهم الاثنين يظهروا في لوحه واحده زي هنا كده تحت؟ يعني انت عاوزهم لوحه واحده يا باشمهندس ويبقى يعمل لك ليه اوت واحد وليه اوت اثنين؟ تمام؟ ولا انت عاوزهم كل لوحه لوحدها؟ ها؟ نخليهم ايه لوحه واحده تلم كل اللوحات وخلاص. لو انت عندك الجهاز بطيء يبقى تختار الاختيار الاولاني عشان يبقى ايه سهل عندك في الفتح. لو انت عندك الدنيا تمام تمام يا باشمهندس يبقى تختار ايه اول لي اوت ايه ان 1 نيو درون، يعني تعمل لوحه جديده تمام يا باشمهندس فيها كل ايه فيها كل اللوحات خلاص يا باشمهندس. اول لي اوت كل اللوحات المقصود باللي اوت اللي هي يا باشمهندس اللوحات اللي انت هتعملها يعني خلاص. بيقول لي اللي اوت نيم ده يا باشمهندس الجديد ده هنسميه وليكن شيء او مثلا نسميه بالاسم ده اي اسم انتوا عاوزينه. خلاص شباب دي اللوحات الجديده هيبقى اسمها بالشكل ده يعني خلاص. اي زد الاولانيه دي كان اسم الفريم لكن دي الاسم اللي هون يا باشمهندسين اسم اللوحه الجديده اللي هم عندي اتفقنا اللي هم كام لوحه؟ لوحتين. برضه نفس النظام نغير من هنا ومنين؟ من فوق. طبعا انا هنا برضه بخلي النورس دي يا باشمهندس البلوك بتاع النورس يظهر خلاص يا باشمهندس. وهنشوف دلوقتي ايه المقصود بالبلوك اللي هو بتاع النورس ده. بعد كده اقول له ايه؟ نيكس. طيب يقول لي هنا يا باشمهندس هو انت عاوز تسيف الشيتس دي فين؟ فاقول له والله سيفها فين يا باشمهندس؟ على الديسك توب مثلا. خلاص يا باشمهندس؟ هو اوريدي كان مسيفها على الديسك توب ليه؟ لان اللوحه اللي انا فاتحها دي موجوده فين؟ على الديسك توب. لو انت عاوز تغير المكان فتغير المكان. ماشي. طيب بعد كده ايه يا باشمهندس؟ بروفايل فيو. وراح جاب لي ايه هنا؟ ما ينفعش هنا اغير، كان تغير من هناك لكن هنا ما ينفعش اغير، صح يا باشمهندس؟ طيب. هنا في الشاشه دي ما بغيرش حاجه خالص. خلاص شباب؟ بعد كده يا باشمهندس الداتا ريفرنس. هو هنا هيظهر لك ايه هنا؟ الاونلاين من، وانا عاوز يظهر ايه؟ الجي اس. حاجه تاني؟ لا، مع الاونلاين من ده يا باشمهندس في ايه؟ في البروفايل. صح ولا يا باشمهندس؟ وفي ايه؟ السوبر الفيجن يعني في كل حاجه. صح ولا يا باشمهندس؟ طيب كنت انا عاوز اضيف ايه بس هنا دلوقتي؟ الجي اس، مش دي الحاجات اللي انت عاوز تظهرها؟ خلاص على كده.
يبقى نتاكد تاني ان هي راجعه مع بعض. اول حاجه بغيرها هنا ايه؟ اولي اوت ان وان نيو درو. عاوز تغير الاسم غيره مش عاوز براحتك. هنا يا باشمهندس بختار ايه؟ نورث. شيت ست ما بغيرش اي حاجه. الاستورج لو انت عاوز تغير مكان التخزين غير مش عاوز براحتك. هنا يا باشمهندس من بروفايل فيو ما بغيرش حاجه. من داتا ريفرنس ايه يا باشمهندسين؟ بزود بس ايه؟ الجي اس. بعد كده اقول له يا باشمهندسين كرييت شيت واروح قايل له ايه دلوقتي؟ قايل له اوكي. يقول لي ايه هنا يا باشمهندس؟ اختار لي مكان عشان خاطر احط فيه البروفايلات المتقطعه. هو ايه البروفايلات المتقطعه دي؟ هو هنا الكيلو 300 مش موجود هنا يا باشمهندس في حته واحده؟ طيب لما انا حطيته في اللوحات انا مش قسمته حتتين؟ فهو بيقول لك يا باشمهندس الحتتين اللي انا قطعتهم لك دول احطهم فين؟ تمام؟ فاروح احطهم يا باشمهندس في اي مكان. اختار اي مكان واعمل ليفت كليك بس. طبعا هياخد وقت فايه؟ اعمل ايه بعد كده يا شباب؟ اقول له هنا علامه صح. اجي وفاجئ هنا يا باشمهندسين مفيش حاجه. طب نروح على الديسك توب كده نشوف ممكن يكون في حاجه. طلع عندي هنا يا باشمهندسين في لوحه جديده هنا اسمها ايه؟ اي زد صح؟ افتحها بقى. دلوقتي يا باشمهندس ايه اللي حصل لما فتح اللوحه اللي هي اسمها اي زد؟ عمل لي ايه هنا يا باشمهندس؟ تو شيت. انا كنت سميت الشيت بالاسم ده صح ولا يا باشمهندسين؟ مش انا كنت قلت لكم يا باشمهندس اللوحتين اللي هيطلعوا الشيتين الشيت اللي هيطلعوا دول هيطلعوا في نفس اللوحه؟ اهو اتنين ليه اهو. اجي اتاكد دلوقتي يا باشمهندس على ايه؟ وطبعا هنا برضه عشان ايه واحنا فاتحين كده بالمره عندكم هنا يا باشمهندس عشان انا قلت لك ان البروفايل هيتقسم حتتين ادي اتقسم الحتتين ده اللي هو بتاع اللوحه الاولانيه وده اللوحه الثانيه عشان تتاكدوا اكتر. ده الاستيشن بتاعه اخره كام؟ 904 ده اللي احنا هنلاقيه فين؟ في الشيت الاولاني اللي هو بتاع ده صح؟ ايه اللي حصل دلوقتي يا باشمهندسين؟ طبعا اللي انا عمله على الشيت ده هو اللي انت هتعمله عليه يا باشمهندسين على الشيت الثاني. خلاص انا هشرح هو شيت واحد. دلوقتي يا باشمهندس انا قلت لكم البروفايل الاولاني المفروض نهايته كام؟ يبقى التقطيع اللي كان مقطعه ده عباره عن ايه؟ تقطيع الشيت صح يا باشمهندس؟ دلوقتي ايه اللي هو ظهره دلوقتي يا باشمهندسين؟ ظهر البلان وظهر ايه؟ البروفايل وظهر النورس اللي انا كنت بقول لكم عليها. مش دي النورس اللي احنا كنا ظاهرين؟ صح. بس دلوقتي انا كنت عامل فريز للحاجات دي وظهرت تاني صح ولا يا باشمهندسين؟ طب اعمل فيها ايه دي؟ ادخل من هنا كده يا باشمهندس ليفت كليك مرتين تمام يا باشمهندس واقول له ايه لاير فريز مره ثانيه واجي اعلم على ايه؟ على الخطوط اللي انا مش عاوزها. ادي الخط ده مش عاوزه الخط ده مش عاوزه ايه الخط ده مش عاوزه. ايه اللي باقي لي بقى دلوقتي يا باشمهندس؟ ها بقى لي الطريق وبقى لي ايه تاني يا باشمهندسين؟ وبقى لي السيرفس صح؟ في مشكله دلوقتي يا شباب؟ طيب. قال لي كمان يا باشمهندس انت ممكن تعمل ايه؟ قال لك والله سيبك من بلان دلوقتي نرجع بس ايه للبروفايل تحت. هو هنا يا باشمهندس ايه اللي ده ايه الاستيشانات دي؟ مش دي الاستيشانات اللي هي بتاعت الباندات اللي انا كنا مظبطها لك بتاعت احمد زكي صح؟ طيب هي الباندات دي كده لقيتها كلها واضحه؟ امال اعمل فيها ايه عشان توضح؟ وكل الموضوع يا باشمهندس اللي انا ايه اقف هنا ايه من بره هنا كده اعلم على الفيو بورد من بره هنا كده تمام؟ واجي هنا كده يا باشمهندس من النقطه دي ليفت كليك واحركها. حركها مثلا لهنا كده نشوف ايه اللي هيحصل. لف 8 ما ظهرتش كلها يبقى نطلع بره كمان. ايه اللي حصل دلوقتي؟ ظهر كلها. طب وهنا يا باشمهندس مش الخط اللي تحت ده المفروض يظهر كده عشان تبقى الدنيا تمام؟ يبقى اخده بايه؟ اخده لتحت. طيب اعمل ايه بقى انا دلوقتي؟ طب الحته الفاضيه دي ايه لها لازمه بالنسبه لي؟ طب ما ادخر ده كده شويه. طيب يا باشمهندس ده هنا طلع على الاطار الخارجي بتاعي صح؟ طب اعمل ايه؟ شغل اوتوكاد عادي خالص. اللي انا اقول له ايه دلوقتي يا باشمهندسين؟ يعني ايه موف بالاوتوكاد؟ ام انتر صح؟ واجي هنا يا باشمهندس اختار الايه؟ فيو بورت بتاعي واقول له ايه؟ مسطره. واجي من اي نقطه اللي هي البيز لاين بتاعتي ويا باشمهندس واحرك الايه؟ الفريم بتاعي. في مشكله؟ يبقى البروفايل دلوقتي خلص ولا في لسه حاجه؟ خلاص. طب الالاينمنت هو انت عاوز تظهره بالشكل ده كله ولا ممكن يا باشمهندس كمان ايه؟ نطلع ده كده كمان شويه لفوق ونطلع ده كده شويه البروفايل كمان لفوق شويه كده بحيث يظهر يا باشمهندس الايه؟ الالاينمنت ايه بروفايل. طب انا مش عاوز اظهره تروح داخل هنا كده يا باشمهندس وتروح انت جايب الايه؟ نهايه البروفايل من غير ما تظهر الاس
فاهمني ولا يا باشمهندسين؟ طيب اطلع ده شويه انزل اللي فوق ده شويه، يبقى ايه شغل بقى ايه؟ شغل مهندسين بقى ايه اللي هو الاخراج ده، بيعتمد على الذوقيات عشان تطلع حاجه كويسه تبهر الايه؟ الراجل اللي قدام منك. انا مثلا بفضل ان انا اطلع ده كده شويه وانقل ده كده يا باشمهندس من النقطه دي مثلا الى النقطه دي كده مثلا. انت زي ما انت عاوز بقى، انا ده مثلا الشكل ده بيعجبني بيستويني، انت عاوز شكل تاني، انت عرفت ايه الطريقه شكلها عامل ازاي. خلاص شباب؟ طيب هل يا باشمهندس الالاينمنت بظهر عليه حاجه غير كده؟ ايه؟ الاستشانات ظاهره والاي والجي اس ظاهره صح؟ طب البروفايل بظهر عليه حاجه تاني؟ انا عندي البندات اظرفها، البندات ظاهره تمام صح؟ طيب عندي ايه تاني يا باشمهندس؟ المفروض خط الديزاين دي مش المفروض يا باشمهندس كنا احنا مظبطين عليه اللي هو بيظهر الاماكن الكرفات وبيظهر الميل صح ولا يا باشمهندس؟ طب نعملها ازاي دي؟ اقول له هنا يا باشمهندس ايه؟ نفس النظام عشان ادخل عليه لازم اعمل ليفت كليك مرتين. وبعد كده ادخل عليه كانه اوتوكاد عادي بقى. كانه سيفل انا اسف عادي. اروح معلم يا باشمهندس مش ده خط الديزاين؟ صح يا باشمهندسين؟ اقول له ايه دلوقتي؟ رايت كليك واقول له هنا؟ ايديت ليبل انا عاوز اضيف كتابات عليه صح؟ واروح اقول له دلوقتي يا باشمهندس مش لسه هضيف ده انا كنت عامل حاجه باسم احمد زكي يبقى من امبورت. اقول له يا باشمهندس الايه الليبلز اللي كنت ظاهرها قبل كده زمان. وبعد كده اقول له يا باشمهندس اوكي فهمت فائده التمبلت، واقول له بعد كده يا باشمهندس اوكي. ايه اللي حصل هنا دلوقتي يا باشمهندس؟ ظهر لي بقى ايه الفيرتيكال كيرف ايه ظروفه او ده ساج على حسب ما يكون، وهنا يا باشمهندس الميول بتاعت الايه؟ الطريق. لان الراجل انا دلوقتي لما الراجل الدكتور بيعمل تشيك عليك على ايه؟ على الميول وعلى قيمه الكي والحاجات دي كلها صح؟ وعلى كميات الحفر والردم ايه ظروفه، هيجي يقول لك والله ياه انت رافع الرفعه دي كلها ده انت كده مخلي الطريق كله فيلم. يعني مش بديهي كده يا باشمهندس لما حد يبص على البروفايل ده بديهي يقول لك الطريق كله فيلم صح؟ بس يا باشمهندس اللي انت مش فاهمه ان الخط ده بتاع ايه؟ بتاع سنتر الجزيره. مش الخط ده بتاع سنتر الجزيره؟ البروفايل بتاع يا باشمهندس سنتر الجزيره. مش واخد معايا يا باشمهندس القطاع العرضي اللي يبين لك كميات القط والفل اكتر حاجه هي ايه؟ الكروس سكشن. فاهم قصدي ولا يا باشمهندسين؟ يبقى خط البروفايل ده هو خط ايه؟ اللي هو اللي احنا بنسميه عندنا في الطرق البي جي. هو انت واخد البي جي فين؟ احنا كنا واخدينه فين؟ في سنتر الجزيره. صح ولا يا باشمهندسين؟ لما جينا رسمنا اللي اوت في البدايه خالص كنت انت رسم الخط اللي هو بتاع ايه؟ سنتر الطريق اللي هو سنتر الجزيره. تمام يا باشمهندس؟ في ناس ثانيه تاخد بدل اللي هو سنتر الجزيره ده تاخده ايه؟ الحافه اللي هي بتاعت الترافيك واي بتاعت الايه؟ الطريق اللي رايح او اللي جاي. يبقى البروفايل ده بتاعها. يبقى على حسب انت متارجت ايه؟ على حسب انت محدد ايه؟ خلاص يا شباب؟ لحد دلوقتي يا باشمهندسين في مشكله دلوقتي؟ النورس اللي ايه اللي طلعت فوق دي يا باشمهندس لما جيت حركت عمل فيها ايه؟ ده امر موف عادي خالص ان انت اروح مختارها واعمل ايه يا باشمهندسين؟ انزلها لتحت شويه. وليكن بالشكل ده. في مشكله دلوقتي يا شباب؟ دلوقتي بقى يا باشمهندس بالنسبه للبلان والبروفايل خلاص ما فيهوش مشكله. انت بتعمل الكلام ده على ايه؟ على كل اللوحات اللي عندك، يعني تخش على شيت 2 تعمل نفس النظام، تخش على شيت 3 عندك تبع 27 كيلو. تمام؟ تخش على كل لوحه ايه تظبطها. انا هنا ايه خدت حاجه سيمبل كده عشان خاطر اسهل على نفسي. خلاص؟ طيب. اللوحه هنا بقى يا باشمهندس في الجنب هنا بقى كده. دي حاجات بقى ايه بتاعت الايه؟ شغل الاخراج النهائي بقى بتاعك بقى. انت هنا يا باشمهندس مش المفروض هنا يا باشمهندس تحط الجنرال نوتس؟ ايه الجنرال نوتس دي؟ الملاحظات اللي انت عاملها، لا الديزاين كرايتيريا اللي انت اشتغلت عليها. عارف ايه الديزاين كرايتيريا دي؟ حددات التصميم. عارف الحاجات اللي انا كنت قلتها لك في اول الالاينمنت الحاجات اللي انت لازم تحددها قبل ما تشتغل زي ايه؟ زي السرعه، زي نوع الطريق، صح ولا يا باشمهندسين؟ زي ايه تاني؟ زي الاي صح؟ صح ولا يا باشمهندسين؟ زي مثلا ال سبايرال انت كنت حسبتها ازاي؟ كل المحددات اللي انت كنت اشتغلت عليها يا باشمهندس تحطها هنا. طيب؟ طب تكتبها ازاي؟ قال لي يا باشمهندس تروح انت جاي هنا معلم على ايه؟ على الاطار الخارجي ده وتقول له يا باشمهندسين رايت كليك. تيجي تقول له هنا يا باشمهندس ايه؟ هو عامل الكلام ده ايه يا باشمهندس؟ بلوك. فانا عاوز اعمل ايه دلوقتي؟ عاوز اعمل اديتور تحرير للبلوك عشان خاطر اعدل فيه. فاروح اقول له يا باشمهندس بلوك اديتور. طب وليه اعمل اكسبلود؟ ما انا لو عملت اكسبلود يبقى هتغير في كل شيت لوحده. لكن لو عملت بلوك اديتور اللي انت عملته في شيت واحد هينطبع في كل الشيتات. يبقى الصح اعمل اكسبلود ولا اعمل بلوك اديتور؟
يبقى الحاجة اللي انت بتغيرها الاطار الخارجي اللي هي الباندا اللي احنا بنسميها باندا دي او الخرطوشة على حسب ما انتوا بتسموها، الناس الفرنسويين بيسموها باندا، احنا كعرب بنسميها خرطوشة، على حسب ما انت بتسميها دي تقدر تغير في كل يا باشمهندس في كل الايه في كل الشيتس مرة واحدة. يبقى القصة ليه بلوك اديتور، لكن يا باشمهندس لما اجي اظبط البلان والبروفايل بغير كل شيت لايه لوحده. خلاص شباب راح ظاهر لي ايه هنا دلوقتي يا باشمهندسين؟ والله ملهاش لازمه. ظهر لي ايه؟ ظهر لي الكلام. اعمل ايه انا بقى دلوقتي يا باشمهندسين؟ عادي خالص، لو انا عاوز الحاجات دي كلها امسحها اعمل لها ايه؟ مفهوم يا شباب؟ طيب عاوز اعدل في ده اعمل له ايه يا باشمهندس؟ اختار واقول له سي اتش انتر واعدل فيه براحتي. بس طبعا هو الجهاز هنا ايه؟ او هنا مثلا اتكيت عليه مرتين راح يا باشمهندس تغير فيه بالشكل اللي انت عاوزه. دي طريقه، والطريقه الثانيه اللي انت تعمل ايه يا باشمهندس؟ اللي انت تختاره كده وتكاد عادي خالص يا باشمهندس وتقول له سي اتش انتر وتروح جاي من هنا يا باشمهندس تغير ايه؟ تغير اللي انت عاوزه. في مشكله يا باشمهندس؟ طيب انا دلوقتي عاجبني ايه الستايل ده؟ اعمل ايه؟ اقول له كوبي واخد هنا يا باشمهندس ايه؟ اكتب اللي انا عاوزه بقى ايه؟ المفروض طبعا انت تكتب ايه يا باشمهندس؟ اللي انت عاوزه بقى الاسم بتاعك ومش عارف الجروب طبعا اللي انت عايزه بقى الجروب بتاعك ايه؟ واسم الراجل اللي هو المشرف عليك الدكتور والراجل التاني اللي معاك اللي هو المعيد او المدرس المساعد او على حسب ما يكون معاك يعني اللي هي الداتا العامه بتاعت المشروع تمام؟ ويفضل كمان للذكرى لان المشروع ده بينساب يا باشمهندس هنا في الكليه اللي انت تجيب ايه؟ جنب اسمك كده وجنب ايه الرقم الجلوس بتاعك تروح جايب صورتك وايه وحاططها في جنب كده يا باشمهندس عشان خاطر ايه تبان بعد كده تبقى ذكرى حلوه ايه للناس اللي بعد كده الراجل ده عمل شغله كويس وده صورته يعني. صح؟ نجيب ازاي لو انت عايز تجيب صورتك يا باشمهندس؟ نقول له انزير ونقول له يا باشمهندس ها ريستور ايمج ريفرنس ما اعرفش بقى صور هنا ايه بس وليكن صورتي دي تقريبا برضه يعني هنا بقلدكم تمام يا باشمهندس وروح جايبينها هنا اهو يا باشمهندس اهو عشان ايه مش انت بس اللي بتجيب اهو اهو تمام وتكبر فيها براحتك بقى يا باشمهندس وتصغر فيها براحتك عشان بس مش تقول احنا بس اللي بنعمل خلاص شغل اوتوكاد عادي عشان ده فيديو بس خلاص يبقى هنا يا باشمهندس بالظبط اهو هنا مثلا ايه قايل لك النيم والادرس طبعا انت بتظبطها باي شكل بقى ده شغل مهندس بقى تغير في الالوان تظبط براحتك ده شغل مهندسين بقى وذوقك بقى انت وذوقك في مشكله الكتابات اللي انت عاوز تعملها طب انا دلوقتي مش عاوز اخد كوبي واعمل في امر اسمه دي تي انتر دي تي انتر ده امر كتابه يا باشمهندس تمام اللي انت ايه بتقول له هنا ده كده وتقول له ايه الارتفاع بتاع الكتابه وليكن بوينت 4 يقول لك والله هنا الزاويه كام تقول له صفر انتر وتروح انت كاتب يا باشمهندس التكست الايه اللي انت عاوزه خلاص شباب في مشكله يبقى باي طريقه انت عاوزها ديزاين سبيد تروح انت كاتب جنبها كده يساوي السرعه اللي هي الاختصار اللي قال فيه بيساوي رقم كذا تمام يا باشمهندس وقبل ما تقول السرعه هي السرعه دي بتتحدد بناء على ايه بناء على نوع الطريف الشيء طبعا تروح انت كاتب نوع الطريف فاهم قصدي يا باشمهندس اللي يبقى كل المحددات ليه عشان لما اجي اقرا وراك بعد كده اقول لك هو انت ليه خدت السرعه 120 نوع الطريف تمام يا باشمهندس الراجل هيجي يسالك كده في المناقشه فانت تقول له والله انا عندي نوع الطريق اكسبريس واي المفروض السرعه عليه تبقى كذا صح يا باشمهندس لانه ايه على حسب الباشمهندس بيقول رورال ولا اربن صح يا باشمهندس ولكن الداتا بتاعه المشروع انت طبعا هتبقى طابعها قايل للراجل اللي انا عاوز السرعه تكون كذا فاهم قصدي يا باشمهندس تمام فانت ايه بتسهل لما يكون شكل الاخراج بتاعك كويس بتبهر اللي قدامك فبتقلل الاسئله لما يكون شكل الاخراج بتاعك تمام فانت وايه بقى والشكل اللي انت عاوز تظهره تمام يا باشمهندس طيب الكتابه هنا مثلا يا باشمهندس شكلها ايه كتابه صغيره فاعمل ايه اقول له اس سي انتر واكبر فاهمني ولا يا باشمهندس ايه الاس سي انتر ده اللي هو امر اسكي واكبر براحتي واصغر براحتي على حسب ما انت ايه على حسب ما انت عاوز ادي البيز لاين اهي واكبر براحتي واصغر براحتي زي ما انت ايه وليكن ايه اقول له 2 يبقى هنا كبره وايه الضعف يبقى شغل اوتوكاد عادي خالص في مشكله فيه بعد ما تخلص بشغل الاوتوكاد العادي بتاعك اقول له قايل له يا باشمهندس كلوز بلوك اديتور واقول له يا باشمهندس سيف ذا تشينج تو ايزو كذا هيروح يا باشمهندس لو احنا فتحنا للشيت الثاني هتلاقي غير لك نفس ايه الحاجات اللي غيرها هنا في البلوك غيرها فين في الشيت الثاني
دلوقتي ايه اللي حصل دلوقتي يا باشمهندس؟ اللي حصل دلوقتي ان هو جاب ايه؟ جاب دلوقتي يا باشمهندس ايه اللي حصل هنا؟ الصوره الكريمه ايه اللي حصل لها؟ جت والحاجات كلها ايه؟ الحاجات كلها جت. تمام، لو جينا فتحنا ايه يا باشمهندس الشيت الثاني، طبعا انت عندك زي ما انا قلت لك هيبقى عندك في حدود 27 ايه شيت. صح، الشيت الثاني ده بقى يا باشمهندس، الشيت الثاني ده بقى يا باشمهندس اللي حصل هنا دلوقتي ظهر لي هنا يا باشمهندس كل الحاجه الايه اللي انا غيرتها. طيب ركز مع بعض، ركز مع بعض. في هنا حاجه بقى دلوقتي يا باشمهندس، البروفايل اللي هنا ايه اللي حصل له؟ جاب الاثنين، جاب القديم وجاب ايه يا باشمهندس الجديد. طب اعمل ايه انا بقى دلوقتي؟ اروح جاي معلم هنا واروح جاي محرك ده كده شويه، هيروح لاجي لي ايه دلوقتي يا باشمهندس؟ القديم، لان انا عاوز ايه الجديد، وبنفس الخطوات اللي احنا اتفقنا عليها تظبط ايه البلان وتظبط ايه الشغل بتاعك. مظبطها ولا مفهومه؟ يعني وليكن يا باشمهندس نروح جايبين ده كده اهو يا شباب، وكنا بننظر ايه تاني يا باشمهندسين؟ نيجي هنا منين؟ نتك هنا مرتين ونيجي هنا كده يا باشمهندس ونقول له رايت كليك وايديت ليبل، صح؟ واجي اقول له هنا يا باشمهندس امبورت، واقول له يا باشمهندس اختار البندات اللي انا كنت مظبطها، واقول له يا باشمهندسين اوكي، يروح ظاهر لي ايه الحاجات دي. في مشكله يا شباب؟ في مشكله؟ يبقى هو ده يا باشمهندسين البروفايل. انت دايما بتمشي في الخير طبعا. وهنا يا باشمهندس ايه الوضع هنا؟ بالنسبه ركز مع بعض. هنا يا باشمهندس برضه نفس النظام، اروح محرك ده كده شويه هنا كده يا باشمهندسين، صح يا شباب؟ واجي اعمل موف للالاينمنت ده، احركه كده في النص شويه. تمام يا شباب؟ واجي اطلع ده لفوق شويه. واجي اطلع ده لفوق شويه. انزل عشان الاسم ما يظهرش. واجي هنا يا باشمهندسين انزل ده من فوق شويه، والنورث زي ما هي موجوده كده، عاوز تسيبها بره عاوز تسيبها، عاوز تدخلها هنا دخلها براحتك. نعم، ده النورث، ده النورث عندك ده بقى يا باشمهندس. بتخش ليفت ايه كليك مرتين وتقول له لير فريز، ليه يا باشمهندس؟ لكل الحاجات اللي انت مش عاوزها، اللي هي الحاجات بتاعت الكوريدور كده. اللوحة اللي عندي ايه ظروفها يا باشمهندسين؟ نطفت بالنسبة لي. طيب بعد كده بقى يا باشمهندس انا عاوز اروح اطبع اللوحة دي عشان اجي اسلمها لي، عشان خاطر يا باشمهندس اقول لك اوكي عليها ولا مش اوكي عليها. هل الراجل اللي انت بتطبع عنده بيبقى عنده برنامج السيفنج؟ ما عندوش برنامج السيفنج، لكن عنده يا باشمهندس برنامج الاوتوكاد، وعنده يا باشمهندسين برنامج البي دي اف. انا دايما بفضل بدل ما اعمل اصدر للاوتوكاد اللي انا اعملها ايه؟ بي دي اف. تمام يا باشمهندس؟ طيب اعملها ازاي دي بقى يا باشمهندس؟ اقول له ايه دلوقتي؟ كنترول بي. اقول له ايه؟ كنترول بي. واجي من هنا كده يا باشمهندس اختار الطبعه اللي عندي ايه؟ دي دبليو جي 2 ايه يا باشمهندسين؟ بي دي اف. خلاص يا باشمهندس؟ وبعد كده يا باشمهندس انا عندي اللوحه اللي عندي مقاسها ايه؟ اي نوت، صح؟ شوف مقاس اللوحه الاي نوت كام؟ اللوحه الاي نوت اللي هي الفرخ دي يا باشمهندس ابعادها هنا ايه؟ 1189 مللي، يعني كام؟ يعني متر وتقريبا 18 سم. والعرض بتاعها كام؟ 84 سم. فاهمني يا باشمهندس؟ مفيش مشكله، ماشي يا عم. اللوحه دي اللي احنا كنا واخدينها. بعد كده هنا اقول له يا باشمهندس من هنا طبعا الطباعه العادي اللي انتوا اتعلمتوها في الاوتوكاد، اقول له هنا يا باشمهندسين، اقول له وين؟ يروح جاي لي والله يا باشمهندس انت عاوز تظهر ايه؟ فاروح انا جاي هنا يا باشمهندس انا عاوز اظهر المربع اللي جوه ده بس، فاجي من هنا من اي نقطه واجي هنا كده يا باشمهندسين هنا كده اقول له دي النهايه اللي انا عاوزها، واجي اقول له يا باشمهندسين سنتر تو بلوت. طب هنا يا باشمهندس السكيل جايبه كام؟ ماشي ماشي. السكيل هنا جايبه كام؟ اغير فيه؟ ما هو ده اللي انا عاوزه، ما انا مظبط اصلا اللوحه على كده. بعد كده اقول له يا باشمهندس بريفيو عشان بس اتاكد ان هي معموله لاند سكيب زي ما موجوده مش بورتبل. ايه اللي حصل هنا دلوقتي يا باشمهندس؟ هي دي اللي انا عاوزها؟ لا مش ظاهره، انا لسه ما طبعتش.
ده دي ايه بيعمل بريفيو، ده العرض اللي هيبقى طالع لك في البي دي اف. هو ده ولا هتغير فيه حاجه؟ هو ده زي الفل. فاروح قايل له هنا يا باشمهندس اقول له رايت كليك واقول له ايه بلوت، يروح ظاهر لي هنا يا باشمهندسين المكان اللي انا عاوزك ايه تطبع لي فيه. فاروح قايل له فين يا باشمهندس؟ على الديسكتوب، واقول له ايه واقول له سي. طبعا المفروض لما اروح على الديسكتوب بعد ما ايه اللي حصل دلوقتي يا شباب؟ فتح لي ايه البي دي اف اهو، فتحه لي يا باشمهندس ايه باللاير كمان بتاعته لو انت عاوز تطفي حاجه او تعمل حاجه. تمام، يعني هنا مثلا طفى اللاير دي، هنا رجع عليه اللاير. وهنا يا باشمهندس البي دي اف عندك اهو زي الفل، ممكن تكبر فيه براحتك وتصغر فيه براحتك زي ما انت عاوز خالص. ويا باشمهندس تاخده للست او الراجل اللي هو ايه هيطبع لك في مكنه هناك عند مكنه الطباعه، وتطبع الايه تطبع الكلام ده براحتك خالص. في مشكله يا شباب؟ حد عنده اي استفسار؟ اي حد دلوقتي عنده اي استفسار؟ وعندك هنا على الديسك توب يا باشمهندس البي دي اف اهو لو انت عاوز تفتحه. خلاص تمام يا شباب، يلا بقى ايه، متشكرين على حسن ايه الاستماع.